فغادي نذكر لكم إن شاء الله أوجه الشبه بين الصوفية والشيعة، وغادي تسمعوا إن شاء الله. عند الشيعة كيقول لك الوصي أفضل من النبي، الوصي أفضل من النبي. عند الصوفية كيقول لك الولي أفضل من النبي، هادو كيقولوا الوصي وهادو كيقولوا الولي. عندهم سيدي عند الشيعة أفضل الأوصياء يسمى بخاتم الأوصياء، الشيعة كيقولوا أفضل الأوصياء كيسميه خاتم الأوصياء، والصوفية أفضل الأولياء يسمونه بخاتم الأولياء، وكلهم كينتسبوا في دعواتهم لآل البيت. يعني كاع الطرق الصوفية كتقرأ السند ديالهم كيقول لك وسندنا في طريقتنا من شيخنا عن شيخه فلان وإلى شيخنا إلى علي رضي الله عنه. الشيعة والصوفية كلهم كيقولوا بأن الأصل ديال الديانة ديالهم خدوها من عند من؟ من عند علي رضي الله عنه. باش شوفوا أوجه الشبه، الأئمة عند الشيعة يوحى لهم، الأئمة عند الشيعة كيجيهم الوحي، وعند الصوفية الأولياء يوحى لهم. كاين هادشي ولا ما كاينش؟ كاين كلام ديال الشيعة بأنهم كيقولوا بأن الولي فلان كان يسمع كلام الله وكان يلقى في روعه وكان يسمع نداء يقول له يا عبدي، هذا وحي. الشيعة عندهم الأئمة يعلمون الغيب، الصوفية عندهم الأولياء يعلمون أيضا الغيب. بشوفوا وجه التشابه بأن الناس راه كيف كيف. الأئمة عند الشيعة يتصرفون في الكون، الشيخ الشيخ واللي كنقولوا على الشيعة راه كل شيء عندي الفيديوهات ديالهم وتسمعوا من كلامهم، ماشي كنكذبوا عليهم، غير سمعوا خذوا الكلام بيقين والفيديوهات غادي يجيو إن شاء الله. الشيعة كيقولوا بأن الأئمة يتصرفون في الكون، الصوفية يقولون الأولياء يتصرفون في الكون. عند الشيعة يجوز دعاء الأئمة والذبح لهم والاستغاثة بهم، وعند الصوفية يجوز دعاء الأولياء والذبح لهم والاستغاثة بهم. عند الشيعة تقديس القبور والأضرحة والغلو فيها وممارسة الشرك حولها، عند الصوفية تقديس القبور والأضرحة والغلو فيها وممارسة الشرك حولها.